السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 مواقع بديلة للفوتوشوب. الميزة ان انت مش محتاج للتسطيب، الحاجات مجانية، بتقدر تلاقي تمبليت جاهز تقدر تعدل عليه اوتوماتيك. اول واحد معانا ديزاين استوديو، هتيجي هنا تمبليت وتختار التمبليت اللي انت عايز تشتغل عليه، وليكن مثلا ده مثلا بيزنس كارد مثلا، تقدر تدوس عليه هتلاقي امثلة كتيرة جاهزة، تختار اللي انت عايزه وتعدل عليه. تقدر تحط صورة اخرى، تقدر تعدل في الكلام، مجرد توقف على الكلمة تعدل اللي انت عايزه مثلا بالشكل دوت. هتلاقي الموضوع سهل جدا فوق الوصف. تاني موقع معانا موقع اسمه بولونو ستوديو، ده برضو نفس الفكرة، بتلاقي فيه صور تقدر تروح ساحب وحاططها وتعدل عليها بطريقة سهلة جدا. والميزة ان هو فيه ذكاء اصطناعي، يعني لو جيت هنا AI generated هتلاقي ان انت تقدر تكتب اي كلمة وهو يبدأ يعملها لك، مثلا cats and water. تمام، ده هنا سيرش. طيب انا عايز اعمل صورة خاصة بي، هقول له generate وتكتب اللي انت عايزه وتقول له generate، يبدأ يكون لك صورة تقدر انت تستخدمها معاك زي الميديورني. عمل لك الصورة، هي كل ما تقول جنريت بيعمل لك صور جديدة. طيب بعد كده بنلاقي حاجة اسمها فوتو اديتور، تقدر تختار تمبليت جاهز او تبدأ بصورة من الصفر وتقدر ان انت تعدل عليها. طيب بعد كده بنلاقي هنا الموقع اللي هو سمول سي او تولز، دي ادوات قوية جدا في اعداد المحتوى، في ان هو يعمل لك الفوتوشوب، في ان انت تكتب المقالات، ادوات كتيره جدا مش حاجه واحده. تمام، فانت ممكن تختار ان انت عايز تشتغل تعمل ديزاين، ده هيسهل لك كتير. في برضه تكست تو ايمج، يحول لك الكلام اللي هتكتبه لصور، او تكست تو سبيتش يعمل لك تحويل للكلام المكتوب لصوت. بعد كده في موقع فوتو بيا، ده برضه متخصص في التصميم، تبدا مشروع جديد او تفتح صورة من على الكمبيوتر، او حتى لو عندك بي اس دي فوتوشوب بيقدر انه يرفعه وتعدل عليه وتسيفه. هو بيتعامل مع الملفات بتاعة الفوتوشوب والاي اي والاكس دي السكتش البي دي اف وهكذا. فده اكتر موقع بستخدمه الصراحة.